الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مشاهد. ومشهد هذه الحلقة ربما مر على الكثيرين من الناس، وربما يمر على البعض منا أحيانا. أرأيت أمك التي تعيش عندها اليوم؟ أتسمع ضحكاتها؟ أمك الحنون التي تسأل عنك يوما بعد يوم؟ أمك التي تشعر عندها بالعاطفة والرحمة والحنان؟ أمك التي أنجبتك وحملتك وأرضعتك وربتك حتى صرت رجلا؟ أرأيت هذه الأم؟ سيأتي يوم من الأيام أطال الله عمرها وأحسن عملها، لكنك ستفقدها يوما من الأيام. هكذا كما ترون، كل منا سيفقد أمه، سيفقد أباه في يوم من الأيام، ولا بد. سيقف أحدنا عند قبرها، سيقف عند قبره، سيرفع يديه يدعو الله عز وجل لهما. أمك التي ربما تأففت منها أحيانا، ربما تململت أحيانا من سؤالها، ربما انزعجت أحيانا من صوتها، ربما تضايقت وضجرت من أمراضها، يوم من الأيام ولن تعرف قدرها إلا بعد أن تفقدها. إنها أمك. أحد السلف ماتت أمه فبكى، أحد الصالحين قيل له: ما الذي يبكيك؟ أمك ماتت كما مات كل الأمهات ستموت. فقال: باب من الجنة أغلق اليوم، باب من الجنة أغلق اليوم. جاء رجل يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: أحي والداك؟ يعني أدرك الفرصة الآن، أحي والداك؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما فجاهد. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. أي هذه الأم النشيطة الشابة التي تحملك وتربيك وتصنع طعامك وترتب غرفتك، يوم من الأيام ستكبر، يوم من الأيام سيحدودب ظهرها، يوم من الأيام يشيب شعرها، يوم من الأيام يرق جلدها، يوم من الأيام ربما حتى قضاء حاجتها لا تستطيع، يوم من الأيام ربما حتى الطعام ما تستطيع أن تأكله ولا الشراب تشربه، يوم من الأيام كما احتجت إليها طوال حياتك ستحتاج إليك يوما من الأيام. لا تضيع الفرصة، لا تضيع الفرصة، فإن ملك الموت لن يستأذن. لا تضيع الفرصة، فإن الموت لا رجعة فيه. أحبب ما شئت فإنك مفارقه. سيأتي يوم أمك التي الآن تتكاسل في زيارتها، الآن لا تسأل عنها حتى بالهاتف، الآن تغضبها وتذهب إلى أصحابك وأصدقائك ولا تبالي، سيأتيك الخبر يوم من الأيام: فلان أمك عظم الله أجرك فيها، أطال الله أعمار أمهاتنا، لكنها الحقيقة التي لا بد منها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ائتي إليها بأحسن الأطباء، جئ لها بأحسن الدكاترة، اذهب بها إلى أحسن المستشفيات، لكن إذا نزل القدر بطل الحذر. وظن أنه الفراق. والله لتقفن على قبرها يوما، ولتجلسن عند قبر أبيك يوما، فلتذكرن طفولتك معها، ولتذكرن يوما أخذتك معها لأول يوم في الدراسة، ذهبت وجلست معك، تحبب إليك ذلك الكرسي، تجلس معك طوال اليوم حتى لا تستوحش من أصحابك الجدد ومن مدرستك الجديدة. لتذكرن عند قبرها يوما خرجت من مدرستك تنظر أين هي بين الأمهات، تنظر أين أباك بين السيارات، فإذا بك تراه في أول يوم ذهبت فيه إلى المدرسة، فتسرع فيه إليه فتحتضنه، تحسب أن الهم كله زال وأنك ملكت الدنيا بأجمعها. ها
تذكر وأنت على قبرها يوما في حفلة لأولياء الأمور والكل يوزع الجوائز، وكنت تنظر إلى أمك هل هي ترقبك أو لا، فتشير إليك وتذهب لتستلم تلك الهدية. أحلى شيء عندك في الدنيا أن أمك تنظر إليك، أن أباك يفتخر بك. لحظات والله لن تذكرها إلا عند قبرها، إلا عند قبره يا عبد الله. الآن أدرك الفرصة، الآن فرصتك يا عبد الله وهما حيين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت أمه وهو صغير 6 سنين، فلما كبر أراد أن يزور قبر أمه، أمه التي ماتت قبل الإسلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله له، فجلس عند قبرها وأخذ يبكي بأبي هو وأمي. يبكي على من؟ يبكي على أمه، إنها الأم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. إذا وقفت على قبريهما، إذا سجدت لله جل وعلا، إذا رفعت يديك تدعو الله، فادعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف يتجرأ بعض الناس فيرمون أمهاتهم في دار العجزة، أو يترك أباه سنوات بلا سؤال، أو يرفع قضية ظلما على أمه وأبيه في المحاكم، أو يقدم زوجته وأولاده على أمه وأبيه. جلست يوما من الأيام مع يتيم ربما بلغ من العمر 5 أو 6 من السنين، جلست معه لم يرى أمه ولا أباه، يتيم الأب والأم، لا يعرف أمه ولا يعرف أباه. جلست معه ألاعبه وأداعبه، قلت له يا بني كل الناس عندهم أمنيات، ما هي أمنيتك في هذه الدنيا في هذه الحياة؟ قال والله أريد شيئا واحدا. قلت ما هو يا بني؟ قال أتمنى من الله وأرجو من الله، وعمر 5 سنين أو 6 سنين، يقول أتمنى أن أدخل الجنة لأرى أمي وأبي. لا يريد شيئا من الدنيا، يريد فقط أن يرى أمه وأن يرى أباه. أدرك نفسك يا عبد الله الآن في حياتهما، اجلس عند رجليها فثم الجنة، قبل قدميها ففيه الفخر وفيه الكرامة والعزة، اجلس عند قدمه راعه، اسمع كلامهما في طاعة الله جل وعلا. مشهد عظيم من مشاهد هذه الدنيا. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. Thank you.
لو علم الواحد منا ما لأمه عليه من فضل ما تردد لحظة عن برها وطاعتها. تلك هي الأم، لك أن تتصور كيف عانت تلك الشهور الطويلة المديدة، فلا تستطيع نوما ولا قياما ولا أكلا ولا شربا. كم عانت في أمراضها وآلامها، كم تألمت لم تستطع حتى أن تنام ليلها، لم ترتاح لحظة واحدة. إنها 9 شهور حملته أمه وهنا على وهن. أما ولادة ابنها فهي بلاء وكرب وهم ليس بعده هم. حملته أمه كرها ووضعته كرها. بل إن بعض الأمهات يمتن في لحظة الولادة. كم صاحت، كم بكت، كم تألمت، كل هذا في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ترى ذلك الطفل الرضيع، تراه بدمه ملطخا، فتنسى كل همها، فتنسى كل آلامها بمجرد أن تحتضن ذلك الطفل الملوث بدمائه. هو أغلى ما تملكه في هذه الدنيا، تعيش من أجله، بل ربما ماتت من أجل ولدها. يقول أحد رجال الأطفاء، يقول: أتانا بلاغ عن شقة قد احترقت، يقول: فتحنا الباب وكان مغلقا كسرناه، يقول: وإذا الشقة تحترق أطفأنا الشقة كلها. يقول: اكتشفنا فيها 4 جثث، أم و3 من أطفالها، احتبسوا في تلك الشقة لم يستطيعوا الهرب منها. يقول رجل الإطفاء: الغريب أنني وجدت الأمة تحتضن الأطفال 3 في حضنها، قد غطتهم، رضيت أن تلتهمها النيران وأن تشوي النيران ظهرها وجسدها ولا تتحرك شبرا واحدا عن أولادها. إنها الأم، مهما تكلمنا مهما قلنا فإن فضل الأم أكبر بكثير مما نتصور. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لا يفوتنك الزمن فتندم يا عبد الله. يقول أحد التجار، يقول: وقد أغناه الله جل وعلا، ذهب مع صاحبه إلى قرية قديمة. شوف القصة الآن، والقصة حقيقية. ذهب مع صاحبه التاجر إلى قرية قديمة، فجاء إلى بيت قديم فقال لصاحبه: أتعرف ما هذا البيت؟ قال: لا أدري. قال: إنه بيتنا القديم، كم فيه من ذكريات، كم فيه من لحظات أتمنى عودتها. قال: